قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذا البرنامج الخاص في الذكرى الخامسة لرحيل الشيخ حارث الضاري الأمين العام السابق لهيئة علماء المسلمين في العراق، حيث سنسلط الضوء على أبرز المواقف السياسية للشيخ الضاري من الغزو الأمريكي والعملية السياسية والخطاب الوطني الجامع الذي تبناه الشيخ وهيئة علماء المسلمين في العراق بالضد من الخطاب والنهج الطائفي الذي أسست له العملية السياسية بعد عام 2003، وكذلك موقفه من أبرز القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وسيكون معنا في هذا البرنامج الخاص كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج، والأستاذ حارث الأزدي مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين في العراق عبر سكايب من عمان، فأهلا بكم. قبل أن نبدأ الحوار مع ضيوفنا الكرام نتابع هذا التقرير الذي يرصد أبرز المحطات في حياة الراحل الشيخ حارث الضاري. وكأنها من شرفات الرثاء تطل كلمات استذكار ترجل فارس ما زال فكره ومنهجه يلوح بالأفق لكل من سرح نظره في تفاصيل الوطن من البصرة حتى زاخو. الشيخ الدكتور حارث الضاري رحمه الله في ذكرى وفاته: لا تدون سيرة ذاتية لفرد، بل سيرة وطنية لرجل أبسط ما يقال فيه إنه عراق يحمله المنفى، ومنفى يلجأ إليه كل عراقي فر من ظلم الجالسين على عروش الورق. المقدمة كالخاتمة. بدأ الشيخ الراحل كتاب الحياة بحب العراق والغيرة عليه والدفاع عنه، وختمها بذلك: لم يحجب ضباب السياسة وسراب بائعي الأوهام رؤيته الوطنية، ولم تنل من عزيمته الضغوط والتهديد ومشقة الطريق. ستبقى الهيئة سائرة في طريقها، مؤمنة بالله أولاً ثم بقضايا شعبها، وأنها لن تتردد يوماً على أن تقف موقف الحق وأن تقول قول الحق مهما كلفها ذلك. السياسة لدى الشيخ الراحل أبسط من أن تكون فلسفة أو فقه مصالح وملتقى مساومات، إنما هي وحدة العراق واستقلاليته وكرامة شعبه والحفاظ على مقدراته وثرواته. ما زلنا نقول الخيار الوطني، الخطاب الوطني هو السبيل الوحيد، هو سفينة النجاة بالنسبة للعراقيين، للوطنيين العراقيين، للعروبيين، للمسلمين. تمر ذكرى وفاته الخامسة وفي العراق ثورة رأى الشعب من خلالها عين اليقين أن رؤية الشيخ الراحل هي صواب الحق. لا خلاص للعراق إلا بإزالة العملية السياسية بكاملها مهما بدلت ألوانها وغيرت شكلها. إن أبناء العراق اليوم وعوا أن هذه الشعارات الطائفية والعرقية ما أريد بها إلا تمزيق هذا البلد. الشرعية في منهج الشيخ ليست في من يحكم العراق، وإنما كيف يحكم وإلى أي قاعدة يستند، هي القاعدة الشعبية التي سال نهر ثورتها وبدأ يزيل الزبد عن وجه ماء الرافدين العذب ويبقي ما ينفع الوطن ليمكث في نفوس العراقيين. وما كلمات الشيخ منذ بداية الاحتلال الأمريكي إلا من الغالي النفيس الذي ينتفع به الشعب الثائر هذه الأيام: رحلت وعلى جبينك مسحة من دجلة والفرات، لأنك كالعراق لكل نخل، وما معنى النخيل بلا عراق. نعم، أبدأ معك دكتور رافع الفلاحي الأسئلة لهذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل الشيخ حارث الضاري. الشيخ حارث الضاري كان له لاءات خمسة، إلى أي مدى انعكست هذه اللاءات من رفض العملية السياسية والاحتلال والدستور، إلى أي مدى انعكست اليوم مع ثورة تشرين؟ اليوم
المتظاهرون في ساحات التحرير في بغداد في المحافظات العراقية يرفعون نفس هذه اللآت بعد 17 عاما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا دعني أقول الرحمة لشيخنا الدكتور حارث الظاهري، وأقول أيضا أن كل شعوب الأرض وكل أممها لابد أن تجد لنفسها عبر الزمن رموز، وهذه الرموز تلوذ بها في أوقات المحن، في أوقات الصعاب تلوذ بهذه الرموز، لأن هذه الرموز الخيرة، الرموز التي تشكل منارة لشعوبها لأممها للناس، تلوذ بها الناس لأنها يعني تدخر الكثير من القوة، الكثير من القدرة على فهم الظروف، على فهم المحن، على تبسيط الأمور، على الإشارة للناس إلى الطريق الصواب، إلى قيادة الناس للطريق الصواب، هكذا. وكان الشيخ حارث رحمه الله من هذه الرموز الكبيرة في عراقنا وفي الأمة. هذا أولا. في 18/7/2003 كان الشيخ حارث الظاهري قد ظهر على منبر جامع أم القرى في بغداد، وكان له أول خطاب بعد الاحتلال 18/7/2003. نعم. وكانت هيئة علماء المسلمين قد تأسست قبل ذلك بأربعة أو خمسة أشهر في الشهر الرابع، وكان بيانها الأول قد صدر قبل ذلك بيومين. نعم. يعني يوم 16/7/2003 قد صدر البيان الأول لهيئة علماء المسلمين يتحدث عن العملية السياسية وتشكيل مجلس الحكم، وكانت مناسبة أعتقد يوم جمعة كان، والشيخ حارث الظاهري يعني ارتقى للمنبر وألقى خطبته الأولى في ذلك اليوم، وتحدث حتى عن بيان الهيئة. نعم. في ذلك الوقت البيان رقم واحد للهيئة. منذ تلك اللحظة عندما تستمع إلى الخطاب تجد صداه اليوم أيضا، تحدث عن رفض كامل للعراقيين، يجب أن يكون هكذا، رفض كامل للاحتلال، لا قبول بأي احتلال، لا قبول بأي عملية سياسية، لا هذه اللي تتحدث عنها اللآت الخمسة اللي هي لا للاحتلال، لا للعملية السياسية، لا للدستور، هذا الدستور المبني على المحاصصة والمكونات وتمزيق الشعب، لا لتغييب هوية العراق العربية والإسلامية، لا لتقسيم العراق إلى أقاليم. نعم. هذه اللآت الخمسة اللي تمسك بها وأعلنها الشيخ حارث الظاهري وسميت باسمه، والبعض قال إنه هذا فيها تشدد، إنه فيها تعنت وتشدد، والسياسة تحتاج إلى مرونة. والحقيقة كان هذا الذي يسمونه تشددا وتعنتا كان مدرسة في السياسة ومدرسة في الخلق ومدرسة في الوطنية. هذه اللآت الخمسة شكلت المدرسة الوطنية العراقية بما يحتاج الشعب العراقي. والدليل على ذلك أنه بعد كل هذه السنوات من إعلان هذه اللآت الخمسة من قبل الشيخ رحمه الله، الآن الشعب عندما تنظر إلى تظاهرات العراقيين، على الأقل هذه التظاهرة الأخيرة، ثورتهم الأخيرة تشرين، من 1 تشرين لحد الآن نحو 6 أشهر، يعني ما يقرب من 6 أشهر في الشوارع، عندما ترى الشعارات التي رفعت، اللافتات التي، المبادئ التي تم تبنيها من قبل الثوار الشباب، ستجد أنهم يرفضون العملية السياسية، يرفضون الاحتلال أولا، احتلالا أمريكيا إيرانيا يرفضونه بكل أشكاله، وهذا ما أكد عليه الشيخ. يرفضون العملية السياسية لأنها جاءت لهم بالبلاء، كل مخرجاتها كانت سيئة، فساد وخراب ودمار وتمزيق للشعب، فرفضوها. رفضوا الدستور لأنه كانوا يعرفون أنه، وما زالوا الآن يعرفون أنه بيت الداء هذا الدستور الذي قسم العراقيين إلى مكونات، ولم يتعامل مع العراقيين كمواطنين، لم يبنى على أساس المواطنة، بني على أساس مكونات. وهذه كلها استشرفها الشيخ رحمه الله منذ اليوم الأول للاحتلال. رفضوا تقسيم العراق إلى أقاليم، والآن كل الشباب يرفضون، يعني عندما جرى الحديث قبل أيام عن، وهو هذا الحديث يخفت ويعاد النداء به مرات كثيرة والحديث فيه عن الأقاليم. نعم. وجدت أن الشباب كلهم وكل كل ساحات التظاهرات ترفض تقسيم العراق، العراق موحد، إن قسمت العراق انتهى العراق ولم يعد العراق عراقا. رفضوا الهويات الفرعية، هذه الهويات الطائفية الصغيرة التي عممت من عام 2003 لحد الآن، هويات طائفية، هويات إثنية، هويات مناطقية،
وتمسكوا بالنداء بالهوية الواحدة الجامعة لكل العراقيين التي تلم كل العراقيين. لذلك كانت هذه الثورة مباركة لأنها عابرة للطائفية، عابرة للهويات الفرعية، تنادي بالهوية الواحدة، رفعت العلم الواحد، علم العراق الواحد، ونادت باسم كل العراقيين، وعبرت عن طموح كل العراقيين وعن آمال كل العراقيين في الخلاص، وطالبت بالوطن، تريد الوطن. وهذا ما طلب به الشيخ حارث من أول يوم، وهيئة علماء المسلمين في العراق طالبوا بالعراق من أول يوم. لا يمكن العراق، هكذا اعتبره الشيخ رحمه الله، اعتبر العراق أسيرا، وإخراج العراق من هذا الأسر يتحقق وفق شروط معينة، إيمانا بالحرية، إيمان الشعب العراقي بأن حريتي، بأن الحرية تؤخذ ولا تعطى، يعني لا يمكن لمحتل أن يعطي الحرية. يعني تجربة العراق مع الاحتلالات كثيرة، لكن ربما احتلالين، الاحتلال البريطاني يعني ودخول القوات عام 1914 ودخول القوات البريطانية إلى بغداد عام 1917، والجنرال مود يقول جئنا محررين، جئنا فاتحين، لم نأتي يعني مستعبدين لكم. نفس القضية رددها القائد الأمريكي عام 2003 عندما قال لم نأتي محتلين، جئنا محررين، جئنا. القضية واحدة، المحتل واحد، وأن تغير شكله، وأن تغيرت ملابسه، وأن تغير يعني رايته، واختلف الزمن، لكن المحتل واحد، المستعمر واحد، غاياته واحدة وأهدافه واحدة. لذلك هذه الصورة لم تختلط، والشيخ حارث لديه من الماضي تراثا، لأنه حفيد، هو حفيد الشيخ ضاري المحمود قاتل لتشمن، وأحد رموز ثورة العشرين المباركة، ثورة العراقيين الكبرى، وهو من حمل هذه الراية. لذلك دائما ما كنا نقول أن الشيخ حارث عندما تبنى هذه اللاءات الخمسة تبنى ثلاثية مهيبة في العراقيين، اللي هي ثلاثية المقاومة، اللي هي فكر وفعل وراية المقاومة. ولا أقصد المقاومة حمل السلاح فقط، المقاومة حتى الشعب من يخرج الآن، الشعب العراقي من خرج من 1 تشرين لحد الآن هو يقاوم، يقاوم الموت، يقاوم الدمار، يقاوم التخريب، وهذا ما كان يحث عليه الشيخ حارث رحمه الله. لذلك إحنا في الذكرى الخامسة عندما تعملون مثل هذا البرنامج، يعني ربما ما لم تعملوه خلال السنوات الماضية، لكن الآن بسبب هذه الثورة يعني أصريت على أن يكون مثل هذا البرنامج للتذكير بأنه هذه القيم العليا الآن اللي تبناها الشباب لم تأتي من الهواء، هذه جاءت من رحم هذا الشعب العظيم، من رحم هذا الفكر الجميل، من رحم الإصرار على تحرير العراق وإعادته من أسره، وبالتالي تبني هذا الفكر الذي يقاوم كل ظلم، يقاوم الاستلاب، يقاوم السرقة والفساد والخرب. الشيخ راح الحارث الضاري كان يطالب بهذه الأمور منذ اليوم الأول للاحتلال الأمريكي للعراق. أستاذ حارث الأزدي، مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين، الشيخ حارث الضاري تحدث رحمه الله بأن العملية السياسية ستوصل العراق إلى الكارثة، وبأنها سوف ترتد على شركائها وعلى داعميها. اليوم إلى أي مدى صدقت رؤية الشيخ الراحل في الوقت الحالي بعد مضي كل هذه السنوات؟ حياكم الله دكتور عمر، وحيا الله الرافدين، وحيا الله ضيوفك، والرحمة والخلود لشيخنا الشيخ حارث الضاري رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. بداية أستطيع أن أقول أن حياة ومواقف الشيخ حارث الضاري أبجدية حياة لم تنتظم بقصيدة بعد، فكل المواقف وكل المحطات وكل المثابات التي خاضها الشيخ حارث الضاري في حياته أصبحت اليوم ما نطق به من رؤية واقعاً ملموساً يشهد به العدو قبل الصديق. وبهذه المناسبة اسمح لي أن أقول بضعة أبيات، لن أخذ من وقتك كثيراً حتى قد لا تفي حق الشيخ، لكنها من باب الوفاء لهذا الشيخ الكريم. أقول: تولانا استقام وما أمالا،
ولبى دعوة الباري تعالى، أقام على المحجة نور رأي، وبدد ظلمة ومحى المحالة. تموت رجالنا حتما قضاء، مواقف صدقهم صارت مثالا. رجال عراقنا كانوا منارا، أذاقوا جمع محتل وبالا. ويبقى حارث الظاري إماما لهذا الدين للدنيا هلالا. خطبت على المنابر عند فزع، وبينت المقاتل والمآلا. وكنت إذا ادلهم الخطب سيفا وصوتا ينطق الحق ارتجالا. رجال لو أردت لهم مثيلا لعز البحث يحتبس اختلالا. الشيخ حارث الظاري رحمه الله، حياته خلال أيام الاحتلال أو سنوات الاحتلال الماضية كان يتمتع باستشراف رؤية قل نظيره. أستطيع أن أقول أن مفردات التي تحدث بها الشيخ، وكان من يضادده ومن يعاديه ومن يحسده يقول أنها من المحال، ويقول أنها ليست صحيحة، ويقول أنها من التعنت. ها نحن اليوم نعيشها في العراق واقعا، من العرب والكرد، من السنة والشيعة، من المسلمين والمسيحيين، كل العراقيين اليوم وصلوا إلى ما نطق به الشيخ منذ الأيام الأولى للاحتلال. هو أول من نطق بمقاومة المحتل في الخطبة الأولى في 18/7 كما ذكر الدكتور رافع، وكنت حاضرا فيها، وكانت هي صلاة موحدة حقيقة. اجتمع كل العراقيين هناك، وكان هو الصوت يوم أن كانت الألسن خرس، كان هو الموقف يوم أن توارت الرجال. كان الشيخ حارث الظاري رحمه الله في هذه المواقف بين النساء، بين الناس رجلا، وبين الرجال مثلا، وبين الأمثال بطلا. فحري بالعراقيين أن يتذكروا هذا البطل وهذا المقاوم وهذا الذي عرفته العرب وعرفته الدول الأخرى بأنه أشرس مقاوم للاحتلال الأمريكي. نعم أستاذ حارث الأزدي. أستاذ نواف، يعني كيف تنظر التيارات أو الحركات الفلسطينية إلى هذا الحضور الواضح في وجدان وخطاب الشيخ الراحل حارث الظاري تجاه القضية الفلسطينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شيخنا فضيلة الشيخ حارث الظاري بواسع رحمته، وأن يتقبله مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع وأن يكرم نزله. الحقيقة الشيخ حارث الظاري، أنت لماذا يعني خصصتني بفلسطين؟ أنا أيضا ابن العراق. نعم. ممكن أن أتكلم أيضا عن نعم. العراق. الشيخ حارث الظاري رحمه الله وتقبله هو عالم مجاهد. نعم. فإذا أضيف العلم إلى الجهاد والجهاد إلى العلم، لا شك أن له رونق خاص وله أثر وتأثير في نفوس أبناء الأمة. إن أثر الشيخ حارث الظاري رحمه الله في نفوس أبناء العراق، بل في نفوس أبناء الأمة، أعطى أملا أن هذا الشعب رغم ما جرى عليه من عدوان واحتلال غاشم كبير وخذلان حقيقة من الأمة للعراق وتخلي عنها، أن مثل هذه القيادات والرموز كفيلة أن تبث الروح والحياة في أبناء العراق. فرحمة الله على الشيخ حارث الظاري الذي كان له ثلاث خطوط في العراق يحفظها أظن ويحافظ عليها. وحدة العراق كانت هم الشيخ حارث الظاري، لذلك رفض
أي شيء يتناقض مع هذه الوحدة. نعم. ثم وحدة الشعب العراقي، فحاول الطائفيون أن يصدروا له سمة الطائفية وأنه يعادي فئة من أبناء شعبه. نعم. فكان يبرهن في كل يوم في خطابه وفي فعاله وفي علاقاته وفي تواصله أنه ليس طائفيا ولا عدوا لشعبه، كان عدوا للطائفية. أنا أعتقد أن الأمر الثالث، أعود لهذه الجزئية، الأمر الثالث الحقيقة المقاومة، أن الشيخ حارث الضاري أدرك أن عدوا غاشم كالعدو الأمريكي وهجوما من خارج العراق على العراق من أي طرف كان لا يصلح معه إلا لغة المقاومة والجهاد، وأن أي أمر آخر ينبغي أن يكون تبع للمقاومة ومتسلح بالمقاومة. ولذلك كان خط الشيخ حارث الضاري رحمه الله خط الجهاد والمقاومة، وهذا أعطى للشعب العراقي زخمه وحفاظه، ولعل هذا مما أسهم في الضغط على العدو الأمريكي حتى يخرج من العراق. الشيخ حارث الضاري رحمه الله كان عدو لأمرين، حاول البعض أن يلبسه لباسهما، التطرف والغلو. الشيخ حارث الضاري حاول البعض أن يتهمه أنه في جانب الغلو، وهو في الحقيقة من أعداء أعداء الغلو. نعم. وتعبيرات، وأنا أقرأ كتابه، يعني كتابه أعطيته محاضرات، أنا كتابه بسيط قتيب، يعني نعم. كتاب الجهاد في الإسلام، والجهاد هو الباب الذي يكتشف منه العالم والباحث. نعم. إذا بحث هل هو متطرف أو مستسلم أو وسطي معتدل. نعم. فالحقيقة الذي يقرأ كتاب الشيخ حارث الضاري يعلم أن هذا شيخ حر مجاهد، وليس هذا غريب عليه رحمة الله عليه، فهو ابن عشيرة الجهاد وضم إلى ذلك العلم. نعم. فإذا ضم كما قلت في البداية العلم إلى الجهاد فإن له رونق خاص. فكان الشيخ حارث الضاري رحمه الله عدو التطرف. نعم. والغلو، وعدو الطائفية. نعم. وهذان اللقبان والوسمان اللذان حاول البعض أن يسمهما بهم، يسمه بهما. وسأتي لفلسطين سأتي. نعم. لكن أنا أذكر هنا أن الشيخ القرضاوي حفظه الله. نعم. عندما نعى للأمة الشيخ حارث الضاري قال أنعى للأمة الإسلامية عامة ولأهل العراق خاصة، أخانا العزيز علينا والحبيب إلينا حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء فلسطين، كان حارث الضاري الأب الروحي لمقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق ورفض المشاركة في الانتخابات عام 2004، ورفض تشكيل أي كيان سياسي ما بقي الاحتلال. نعم. على قائما. فهذا العالم رحمه الله طبعا بالتأكيد كونه عالم وكونه عالم مجاهد، فبالتأكيد أن قضية فلسطين سوف تعيش في قلبه، لأنها قضية كل مسلم وكل عالم وكل مجاهد. فقضية فلسطين كانت تعيش في قلب الشيخ حارث الضاري، ورغم ما مرت به العراق من آلام وشدة وعدوان واحتلال وإجرام وطائفية. نعم. ونحو ذلك، إلا أن قضية فلسطين بقيت كما صرح وعبر وفعل الشيخ حارث الضاري رحمه الله، بقيت قضية فلسطين تأخذ مكانا أولا ومتقدما. وكان يقول دائما إن التاريخ لن يسامح هذه الأمة إن بقيت على صمتها ووقوفها مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري الآن في فلسطين من تهويد للأقصى والحرم الإبراهيمي. نعم. إن فلسطين، قال عبارة بالضبط، إن فلسطين أهم من العراق، وهذا طبعا كلام فقيه. نعم. طبعا أنا أقول لكل المسلمين في كل الأرض ينبغي أن تكون فلسطين إلا مكة والمدينة. نعم. ينبغي أن تكون فلسطين مقدمة على عواصمنا وعلى مدننا، وهذا لا يعني أننا نفرط في مدننا وعواصمنا وبلادنا. نعم. وكون الشيخ رحمه الله عالم وفقيه، فكانت قضية فلسطين حاضرة عنده ودائما وباستمرار. ولما سأله بعض الإخوة في مجلة العودة أعتقد، هل كنتم دائما ترددون أن فلسطين هي قضية المسلمين الأولى؟ نعم. وأن مكانتها في الصدارة دائما، فهل ما زلتم بعد احتلال
العراق ترون أن قضية فلسطين هي القضية الأولى، الحقيقة يعني تألم من السؤال وقال والله أنا أستغرب أن أسأل مثل هذا السؤال. نعم. لن تكون قضية فلسطين، قال والكل يعرفني ويتابع أخباري ويعلم جوابي ووقوفي إلى قضية فلسطين واعتقادي أن هذه القضية هي قضية المسلمين الأولى، وأن الحقيقة الذي جر بعد ذلك بعد فلسطين إنما هو من أجل الكيان الصهيوني. كل الذي جرى في العراق وفي ما بعد العراق الآن من قضايانا القائمة إنما هو من أجل تثبيت الكيان الصهيوني، وهذا كان رحم الله الشيخ حارث الضاري كان يعي هذا وعيا تاما ومدرك له تمام الإدراك رحمة الله عليه. نعم دكتور نواف، أعود إليك لاستكمال الأسئلة. مشاهدينا الكرام، نتوقف مع تقرير قصير نرصد فيه أهم أو عينة من شهادات قيلت بحق الشيخ الراحل حارث الضاري. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذا البرنامج الخاص في الذكرى الخامسة لرحيل الأمين العام السابق الشيخ الراحل الدكتور حارث الضاري. دكتور رافع الفلاحي، يعني البعض من الشخصيات السياسية والأحزاب وربما أغلب هذه الشخصيات التي شاركت في العملية السياسية كانوا يعيبون على الشيخ حارث الضاري بشكل خاص وعلى هيئة علماء المسلمين بأنها جامدة لا تتمتع بالمرونة، وبأن السياسة تقبل المناورة تقبل المرونة في المواقف، خاصة ما حدث في العراق بعد الغزو والاحتلال الأمريكي له. اليوم نحن نعيش هناك تغير منذ اندلاع ثورة تشرين كما تحدثت أنت قبل قليل، الثورة دخلت شهرها السادس. برأيك ألا يدرك هؤلاء السياسيون بأن الشيخ والهيئة كانوا وما زالوا على صحة كاملة وكانوا صادقين بطرحهم، وبأن وحدة الأوطان لا تقبل المساومة والمناورة كما يقولون والمرونة في السياسة؟ يعني دكتور عمر، ربما يعني كل مجموعة تنظر إلى القضية من مركبها. نعم. أين تقف وكيف ترى الأمور من هذا الموقف؟ هؤلاء الذين في العملية السياسية ينظرون إلى كل القيم العليا، كل القيم النبيلة نظرة ازدراء، لأنهم في مركب الخيانة، مركب الرذيلة، مركب الفساد، مركب الخنوع للأجنبي، مركب رهن أوطانهم للأجنبي ولإرادات خارجية، فبالتالي ينظرون إلى كل القوى الوطنية التي تنادي بالقيم العليا نظرة أخرى، فيرون فيها تشدداً ويرون في الميوعة والاستسلام والتسليم للمحتل، وأن يعملوا أجراء في مشروعه لتدمير البلدان. هذا سياسة وهذا مطلوب وهذا هو عين السياسة، لكن في واقع الحال هذا عين الرذيلة وعين الخنوع وعين الاستسلام. هذا من ناحية. الناحية الأخرى، من كانوا في مركب الشيخ حارث الضاري رحمه الله
ينظرون للأمور نظرة أخرى، نظرة فيها قيم، نظرة شاملة، نظرة فيها رؤية مباركة ورؤية عالية. القيم لها، الأوطان لها قيم، والإنسان له قيمة كبيرة كرمه الله، والإنسان له حريته في اختياره وفي عمله وفي رؤيته. هذه يقدسونها ويحترمونها ويقدرونها، يعطوها كل الإطار اللي تصبح في داخله حرة في حركتها والتعبير عن رأيها. هذا غير مطلوب من هؤلاء. لذلك ينظرون إلى ما كان يفعله الشيخ حارث الظاهري، مغالاة والتعنت، والبعض قال إنه هو لا يفهم في السياسة. لكن اليوم بعد يعني كل هذه السنوات من الاحتلال، بعد 17 سنة من الاحتلال، أنت ترى الأمور، أن كل ما قاله الشيخ حارث الظاهري وكل ما تبنته هيئة علماء المسلمين التي كان أمينها العام لحين وفاته في عام 2015، كله كان هو الحقيقة، هو عين الصواب، وهو المبادئ، وهو السياسة الحقيقية التي يحتاجها الشعب. اليوم عندما تنظر إلى التظاهرات، ماذا يحتاج الشعب العراقي؟ يعني من خرج الشعب العراقي الآن بكل فئاته بهذه الثورة المباركة، أنت تلاحظ وتقرأ الشعارات وتقرأ الهتافات وتستمع إلى الهتافات، ستجد أن كل القيم اللي أكد عليها الشيخ حارث، هذه التي كانوا يعتبرونها تعنتاً وعدم فهم بالسياسة، هي هذه اللي يطلبها الشعب. إذن هي المرونة، هي السياسة، هي الرؤية الصائبة. وما يقال ما يقال غيرها هو عكس ذلك، هو الذي في جادة الخطأ وجادة الضلالة. هي أساسيات لا تقبل. لذلك الثبات على الخط هذا ليس عيبا، هذا بالعكس، هذا يميز الناس، يميز الهيئات، يميز الأطر المعينة. لذلك ما ميز الشيخ حارث وميز هيئة علماء المسلمين ثباتهم على الخط، لم يتغيروا. يعني لا ينظرون اليوم إلى الوطن أنه لا يمكن تقسيم العراق، وبعد سنتين ثلاثة عندما تميل الأمور يقبلون بهذا القدر من الحديث، أو بالحديث بهذا. هذه قضية يقبلون، هم يقفون ضد المحتل، لكن عندما يتغير المحتل بمحتل آخر يقبلون به. هذه لم تحصل، الثبات هو ثبات. نحن لا نقبل بالمحتل مهما كان جنسه، مهما كان شكله، مهما كان نوعه، هو محتل في كل الأحوال. نحن نقبل بحكم الشعب، بحكم الناس، بحكم أهل البلد. نحن لا نقبل بتقسيم العراق، نحن لا نقبل بالطائفية. لاحظ الطائفية، هذا الداء الخبيث اللي من البداية شخصه الشيخ حارث الظاهري بقراءته للتاريخ بالإرث الوطني اللي حمله. هو كان يعرف من البداية أن ثورة العشرين مثلا، ثورة العراقيين الكبرى، انتصرت بهذا التوحيد، بهذه الوحدة بين كل أهل العراق. لم يتحدث أحد أنه هذا سني وهذا شيعي وهذا كردي وهذا عربي، لا، شعب العراق كله ثار من أجل وطنه. فبالتالي عوامل النصر في أي قضية تتمثل في وحدتها، في رؤيتها الواحدة، في هويتها الجامعة. لذلك أكد على هذا واعتبر الطائفية داء خبيث سيمزق، وعرف من البداية أنه كل مستعمر يأتي وهذه الوصفة الخبيثة معه في جيبه، وصفة فرق تسد، يريد أن يفرق الشعوب. وليس هناك من تفرق للشعوب أكثر من الطائفية، لذلك استندوا عليها. وهذه الوصفة البريطانية استخدمها المحتل الأمريكي بشكل واسع جدا للعراق، فتحدث عن مكونات شيعي وسني وكردي وعربي، وبالتالي حول العراق إلى جزر متناحرة متباعدة فيما بينها، لكي يسهل قيادتها، لكي يسهل انقيادها له. هكذا. والشيخ حارث شخص هذه، لذلك وقف ضد الطائفية بشكل قوي. واليوم التظاهرات عندما تنظر إليها الآن، أي شاب صغير تتحدث معه بهذه اللغة لا يقبل، يقول لك أنا عراقي، لا تحدثني أنا منين واسمي شنو، يرفض هذا، عابر للطائفية، عابر لكل هذه الأطر السياسية التي توكل على هذا. أستاذ حارث الأزدي، مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين، كيف استطاع الشيخ حارث الظاهري وأنتم في الهيئة الحفاظ على مواقف ثابتة وراسخة، إن كان من الاحتلال الأمريكي ومشروعه، على الرغم من الرمال المتحركة التي تشهدها أو يشهدها العراق والمنطقة؟ نعم، حقيقة الثبات وسط ما أطلقت عليه الرمال المتحركة، الرمال المتحركة والعواصف الهوجاء لا تنال من الجبال.
كان يؤكد الشيخ حارث الضاري رحمه الله على أن الثبات هو أساس المنهج. الوعي على ما يجري من أمور وما يجري من مخططات، والنظرة الاستشرافية إلى ما بعد ذلك كان هو العمود الفقري ونقاط التحليل لدى رؤية الشيخ حارث الضاري. وقد ضمني معه في عام 2009 تقريبا، كانت عندي جملة من تساؤلات وسألته عن مسألة الوطنية والإسلامية، العروبة والإسلام وما إلى ذلك من مفردات فكرية أو منهجية لدى التيارات والأحزاب. فأجابني إجابة، طبعا بعد أن استمع إلي استماعا يعني ملفتا، يعني قال يا بني، مسألة الوطن هو من الإسلام، وأنت إذا قتلت دفاعا عن وطنك فأنت شهيد، ومسألة أن الإسلام من دون وطن أيضا هو فكر عائم لابد إلى من بقعة أرض يتمكن فيها. الملاحظ على فكر الشيخ حارث الضاري رحمه الله أنه جمع بين العروبة والإسلام، يعني بتناسق عجيب، أنه لم يبعد العرب ولم ينفي يعني ارتباطه بالإسلام، فكان شخصية عربية إسلامية. وأستطيع أن أقول كان الشيخ حارث الضاري عراقيا عربيا مسلما، كان ينظر إلى الأمور بثبات العارف المتيقن من مجريات الأمور ومن مخططات الأعداء. ولو رجعت إلى موقفه من الصحوات، موقفه من الدستور، موقفه من الاتفاقية الأمنية، وتحدث مفصلا في هذا، وهذا الكلام موجود الآن على شبكة الإنترنت وأيضا موجود في يعني على اليوتيوب، من الممكن أن يرجع أي شخص يريد أن يتثبت من هذه المعلومة، يرجع إلى هذه المواقع ويرى كيف كان ينظر الشيخ حارث الضاري رحمه الله إلى ما بعد هذه الأمور. يعني الدستور اليوم، الدستور الذين في العملية السياسية هم ضد الدستور، كما الذين هم خارج العملية السياسية أو العراقيون جميعا الآن يستهزئون بالدستور. الاتفاقية الأمنية التي يعني كان حتى قال أن هناك 5 أحزاب هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن إقرارها، وسماها يعني في عهد نوري المالكي، حكومة نوري المالكي كان في عهد نوري المالكي، نعم كان يعتبرها إنجازا للعراق، وبعد ذلك اليوم يعني تتهم هذه الاتفاقية الأمنية من نفس الأطراف بأنها اتفاقية غير مكتملة الأطراف، أصبحوا أندادا مكافئين لقوة الاحتلال، وأنهم يجلسون معهم على طاولة مفاوضات ويتفقون معهم، وها هم اليوم يعني يجنون ما كبلوا أنفسهم به. الاتفاقية الأمنية منذ البداية هي لا تعنينا ولسنا يعني ملزمين بها، لكنه وضح وقال أن الأحزاب 5 التي وقعت على هذه الاتفاقية وكل الموجودين في العملية السياسية هم مسؤولون مسؤولية كاملة على ما يجري في العراق. انظر إلى كثير من المفاصل التي تحدث عنها الشيخ. مسألة الصحوات، قال هؤلاء عبارة عن قطاع طرق وسراق سيضرون بالبلد، وها هم اليوم تتخطفهم الأحزاب والميليشيات وما إلى ذلك. قال عن قالوا عنه أنه ضد الانتخابات وضد، هو في الحقيقة أن كل الموجودين في العملية السياسية، أقصد الجانب السني، جلسوا واتفقوا في جامع أم القرى وقالوا أن إذا المحتل إذا ضرب الفلوجة لن تكون الانتخابات، وإذا بهم تأتي لهم الأوامر من المحتل الأمريكي وذهبوا إلى الانتخابات وألصقوا التهمة بالشيخ حارث الضاري وبهيئة علماء المسلمين. ومثلها مثل فرية استهداف الجيش والشرطة، في حين هناك كثير من البيانات والتصاريح الصحفية
تتحدث بالنصح والإرشاد إلى القوات الأمنية، فأين النصح والإرشاد وبين وأين الذي يمنع هذا الأمر؟ نعم، هناك أنت تريد أن تقول أستاذ حارث بأن التضليل واتهام شخصية الراحل الشيخ حارث الضاري والهيئة بشكل عام كانت يعني ممنهجة من قبل الأحزاب السياسية. بالضبط، هذا ما فعلوه، يحاولون شيطنة المقابل ويحاولون أن يجعلوا من هذا الذي يتحدث بصورة واضحة وبصورة غير مؤدلجة وبصورة غير يعني مرتبطة بأجنبي، يقولون عنه أنه له أجندات وله اتجاه طائفي وله اتجاه كذا، وما يحاولون أن يجرموه. وما مسألة يعني الاستدعاء مذكرة الاعتقال عنا ببعيدة، فهي فرية كبيرة، وقالوا عنها أنها مجرد استدعاء، لكن هي بالحقيقة هي عملية يعني محاولة دفع الشيخ حارث الضاري من العراق وإبعاده إلى الخارج. لكن حتى عندما صار في الخارج أعطى بعدا كبيرا للقضية العراقية وعرفها إلى العرب، وكان هو الصوت العراقي الوحيد والعالي في مؤتمري القاهرة في عام 2005 و2006. أعود إليك أستاذ نواف، رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج، استشراف الدكتور حارث الضاري للتهديد الإيراني، يعني إلى أي مدى اليوم أثبتت هذه الرؤية؟ يعني كان في وقتها في العام 2003 و2004 كان النفوذ الإيراني يعني ربما أقل بقليل من الآن، إن كان في العراق وفي لبنان. اليوم النفوذ الإيراني وصل إلى العراق أكثر، في اليمن، في سوريا، في لبنان. إلى أي مدى كانت نظرة الشيخ حارث الضاري الاستشرافية والمستقبلية حول النفوذ الإيراني في المنطقة؟ جزاك الله خيرا. كل حال أنا يعني كان لابد علي أن أكمل بعض النقاط التي لم أستطع أن أكملها حول باختصار شديد. كان الشيخ الحقيقة موقفه على في وإعلانه في قناة الجزيرة عن الوقوف إلى جانب الفلسطينيين الذين كانوا موجودين في العراق، وأعتقد وقد عانوا من الظلم من وجوه عدة، ومورست الطائفية ضدهم والميليشيات وهجروا. وكان الحقيقة الشيخ يعني من أوائل من وقفوا إلى جانب هؤلاء وتحدث عنهم بوسائل الإعلام المختلفة، ولما رجع في ذلك أنك عانيت الحقيقة انتقده بعض حتى العراقيين على هذا، فقال إن هؤلاء يعني عانوا من المحتل ما عانينا وهم ضيوفنا، فكان ينبغي أن نكون إلى جانبهم. وأذكر أننا زرناه عام 2008 و 2009 لما توفيت زوجته في لأنه كان وقت الحرب على غزة. فكان أيضا الأستاذ خالد مشعل وهو في مجلس العزاء وفي كل هذا لا يستحضر إلا غزة، وقال يومها عبارته انتصار غزة انتصار لكل المقاومين في كل مكان. إذا انتصرت غزة فإننا نستبشر خيرا، وإذا هزمت غزة فمعنى ذلك أن وضعنا سيكون صعب. ثم قال بعد أن انتصرت قال إن نصر غزة رفع الهمم وشد العزائم، وإن الأمة الإسلامية لن تعيد كرامتها إلا بالمقاومة. هذا الآن نظرة الشيخ حارث الضاري، وهو الذي يعني يعرف العراق ويعرف إيران ومواقفها، لا شك أنها يعني كانت ثاقبة في هذا الموضوع. والآن إيران في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي مواقع عدة الحقيقة، لا شك أنها تعمل، حتى قالوا نحن نحكم الآن 4 عواصم عربية، العراق، بغداد ودمشق وصنعاء وبيروت. ولا شك أن هذا مما وعى له الشيخ حارث الضاري، وحاولوا بناء كما ذكرت أنا في البداية حاولوا إلباسه ثوب الطائفية بذلك، ولكن الحقيقة لم يكن مبعثه طائفيا، وإنما مواجهة المعتدين والمحتلين العراق مهما كانت صورهم. والحقيقة أن الإنسان المسلم والإنسان بشكل عام يجادل ويقاوم ويجاهد محتلي أرضه ولو كان شقيقه، فكيف بما إذا جاء العدوان من الخارج؟
فلا شك أن الشيخ حارث الضاري كان ينظر بعين ثاقبة لهذا الاعتداء، وكان تقديره سليما وصحيحا، والله أعلم. نعم دكتور رافع الفلاحي، يعني موضوع الأقاليم الذي كان الشيخ الراحل وهيئة علماء المسلمين تؤكد على رفضه وبأنه مشروع لتقسيم العراق، اليوم الثوار المتظاهرون في ساحات التحرير يرفضون هذه الفكرة جملة وتفصيلا، بل حتى من طالب بها في أول أيام الاحتلال من أحزاب وشخصيات سياسية معروفة اليوم تحاول أن ترمي هذه التهمة على من تريد إسقاطه في داخل العملية السياسية بأنه يريد تقسيم العراق. رؤية يعني رؤية كانت صادقة، رؤية حقيقية وواقعية بأن الأقاليم هي لتقسيم العراق وليس لتنظيم أمور العراق. لاحظ دكتور عمر، كل الذي قاله الشيخ حارث رحمه الله وكل اللي تبناه وتبنته هيئة علماء المسلمين وأنكروه واعتبروه خروج عن السياسة والمفاهيم، نعم، والرؤية الصائبة، نعم، ووصلت فيه للحد اللي اتهموا الشيخ حارث رحمه الله بالإرهاب، نعم، واتهموا الهيئة بأنها هيئة إرهاب، نعم، من هذا الكلام الذي الآن كل هذا الكلام الذي رفض ومنه تقسيم العراق والأقاليم، كل هذا الكلام الذي رفض الآن، نعم، هو المنهج الذي يتبناه الشعب العراقي بعد 17 سنة. هذا المنهج الذي حاولت قوى العملية السياسية وأحزابها وقواها أن تشوش عليه، قوى الاستعمار، ذول الأجراء عند المستعمر حاولوا أن يشوشوا على كل هذا الفكر، الآن لم يعودوا قادرين أن يشوشوا على ذلك، لذلك الشعب يتبنى الآن هذا الفكر. وحضرتك اللي تحدث عنه أنه الآن كل الشعب ينادي بوحدة العراق، برفض الأقاليم، وحتى القوى داخل العملية السياسية عندما يريدون أن يتهموا أحدا بسوء يسقطوا عليه هذه التهمة أنه يريد تقسيم العراق إلى أقاليم وهكذا، لكن في وقتها عندما دعا إليها الشيخ وعندما تبناها وقف ثابتا، والهيئة هيئة علماء المسلمين تبنتها لهذه اللحظة وتبنتها طوال هذه السنوات وعانت من أجلها، وعانى الشيخ رحمه الله كثيرا من أجل هذه اللاءات الخمسة ومنها تقسيم العراق وأقاليم العراق هذه اللي تحدثون عنها، عانوا بسببها الكثير واتهموا من أجلها وجرت حتى عمليات استهداف لهم حتى بالقتل من أجلها، التراجع عن هذا الفكر، هذا الفكر الوطني، هذا الفكر الإنساني، الفكر الصحيح، حاولوا ثنيهم عنه، الآن الشعب كله يتبناه. هذا يدلل على أن كل القيم اللي تبناها الشيخ حارث الظاهري رحمه الله وكل القيم اللي تبنتها هيئة علماء المسلمين هي القيم الحقيقية وهي القيم الثابتة وهي القيم الوطنية، نعم، وهي القيم العراقية الأصيلة اللي الآن الشعبي، وهي ممكن أن تطبق كنموذج على كل بلدان الدنيا، نعم، على كل شعوب الأرض، كل شعب يريد أن يحرر نفسه يتمسك بثوابته، يتمسك بأرضه، بحريته، بثباته، برفض المستعمر، بوحدته، بثباته على مبادئه، هذا الذي أكد عليه الشيخ، نعم، حارث رحمه الله، وهو الآن يعني ثابت والمتبنى من قبل الشعب العراقي كله، نعم، وثورة تشرين خير دليل، نعم، على ذلك. أستاذ حارث الأزدي، أعطيك دقيقة تختار ما تريد من الكلام. حقيقة ونحن كعراقيين غادرنا سنوات الشحن الطائفي البغيضة، حري بنا أن نعيد ترتيب الأمور ونعيد تقييمنا للشخصيات والثابتين من أبناء هذا الشعب العظيم، وحري بي أيضا أن أنقل أمانة وصلت من الشيخ حارث الظاري رحمه الله قبيل موته، قال: أنقلوا عني أني مسامح كل من تكلم بسوء عني، أنا يعني سامح كل من تكلم عنه بسوء، نعم، رحمه الله. فكيف بمن يعني الآن يتبنى مواقفه وثوابته؟ نعم، رحم الله الشيخ حارث الظاري رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، نعم، آمين، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. نعم. دقيقة لك دكتور نواف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ حارث الظاري وأن يتقبله في الصالحين،
وأن يفرج عن أهلنا في العراق وأن يحقق لهم عزتهم وكرامتهم ووحدة أرضهم، أن تبقى العراق إن شاء الله واحدة موحدة قوية بإذن الله تعالى، وأن يذهب عنها كل مصلحي ضيق وكل محتل خارجي. نعم. وأن يجمع كلمة شعبها على كلمة شعبها على ما فيه خير هذا البلد وأهله إن شاء الله. نعم. رئيس هيئة علماء المسلمين في الخارج الفلسطينيين الدكتور نواف التكروري كان معنا، شكرا لك. الأستاذ حارث الأزدي من عمان كان معنا عبر سكايب، مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين، وهنا الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج الخاص الذي خصصناه للذكرى الخامسة لرحيل الشيخ حارث الضاري. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.